اهلا بيكم، معاكم فاتن علي لاشغال الخرز والهاند ميد. الصيف جه والاجازه جت، اولادنا الحمد لله خلصوا امتحانات، النتيجه ظهرت ونجحوا، واحنا عايزين نشغل وقتهم وقت فراغهم. طب نعمل ايه؟ بالنسبه للاولاد طبعا احنا بنشركهم في العاب رياضيه والحاجات اللي هي المناسبه ليهم، والبنات طبعا اكيد نفس الكلام، محتاجين نشركهم في حاجات رياضيه بحيث ان هم يبنوا جسمهم صح. لكن في نفس الوقت البنت ليها ميول خاصه بيها، محتاجين نربي فيها حب الجمال، ان عينيها تقع على الشيء الحلو وانها تحسه. بنتي بتحب الاكسسوارات، بتحب انها تلبس، بتحب انها تتزين، دي طبيعة اي بنت. فانا لازم اعود بنتي انها تحاول تعمل الشغل بتاعها بايديها. هنحتاج ايه؟ هنحتاج بوكس زي ده ايا كان، سواء بوكس بالشكل ده او ان احنا نجيب الخرز بالجرام. الموضوع كله مش مكلف، لكن لو جينا نشتري الحاجات دي هتبقى بالنسبة لها مكلفة. طب ما انا بدل ما اروح اشتري مثلا الحظاظة ولا الاسورة ولا اي اكسسوار لبنتي يكلفنا مثلا 40 ولا 50 جنيه، انا ممكن بنتي تعمل الحاجات دي، تجيب شوية خرز وشوية اكسسوارات ب20 جنيه، هتطلع منهم اكتر من اكسسوار، هتطلع منهم اكتر من حاجة. بدل ما ندفع فلوس قد كده في الحاجات دي، اخلي بنتي هي المنتجة بدل ما تكون هي المستهلكة. عينيها لما تقع على الحاجات دي وتبدأ تتعود على ان هي تشتغل، هتلاقي نفسها ان هي بتحب الشغل ده، وهتلاقي نفسها انها لقطت بعينيها الجمال والحاجة الكويسة، وهتلاقي انها حبت الحاجة اللي هي بتعملها. الشيء اللي البنت بتعمله بايديها يا جماعة تختلف عن انها تشتريها، هتبقى محافظة عليها اكتر. حتى لو هي زميلتها عيد ميلادها مثلا، او عايزة تهدي زميلتها بحاجة، بدل ما تروح تشتري، لا هي تروح تعمل الحاجة بايديها. احنا هنا في اكسسوارات، ممكن في سلاسل موبايلات، هنا انا بعمل سلسلة موبايل، الموضوع بسيط جدا مفيهوش اي حاجة. شوية لعب من البلاستيك، الكيس ب5 جنيه يا جماعة، مش عارفة كام جرام، في كام واحدة مش قليلة. كيس مثلا 10 جرام من الخرز الصغير ده، كيس 5 جرام او 10 جرام ب5 جنيه، معرفش من العاب ايه، نقدر ان احنا نعمل بيها سلسلة موبايل، تقدر انها تهادي بيها صاحبتها. الموضوع ما هوش مرهق ولا هو مكلف ولا حاجة، وفي نفس الوقت لازم نعود بناتنا ان هم يعملوا الحاجة اللي هم عايزين يلبسوها بايديهم. الحاجات دي قدام شوية بتربي فيهم حاجات كتير كويسة، لكن البنت لو اتعودت عفوا يا جماعة ان هي كل حاجة هتشتريها، صدقوني الموضوع هيبقى مرهق عليكم ومرهق عليها في المستقبل، وهتتعود ان هي ما بتمدش ايديها ولا انها تعمل لنفسها الحاجة. عودوا بناتكم على الانتاج، عودوا بناتكم على ان هم يشتغلوا الحاجة اللي يحبوها، صدقوني الكلام ده بينمي فيهم شغل كتير قوي. معلش الموضوع ده مش محتاج لكورسات ولا محتاج اي حاجة. اولا بالنسبة للفيديوهات على اليوتيوب مخليش، اللي عايز يتعلم هيتعلم. الحاجة التانية هي مجرد لمسة، هي زي ما انت شايفين انا بعمل سلسلة الموبايل، ما هياش مرتبطة بالوان معينة، بالعكس ده هي مجموعة الوان وشوية لعب بتتركب مع بعض، وفي النهاية بتقفلي التقفيل الصح علشان تبقى الحاجة كويسة ومتينة، وبيبقى التفنيش بتاعها كويس. كده بنتي عرفت تعمل حاجة بسيطة ما فيهاش خطورة عليها، ما فيهاش اي قلق عليها. ولو من بنت 6 سنين تقدر تعمل الكلام ده، ولو اصغر من كده بتبقي جنبها وهي بتشتغل، هتلاقي الموضوع بالنسبة لها ايه، جميل وحلو، هتلاقي هي بتحب انها تعمل الحاجات دي. ربوا في بناتكم حب الجمال يا جماعة، ربوا في بناتكم ان هم يبقوا منتجين، ربوا في بناتكم ان هم يعوزوا يشتغلوا حاجة، يعني عايزين يلبسوا حاجة يعملوها بايديهم بالنسبة للاكسسوارات، ودي بتكون بداية لحاجات اكبر من كده بالنسبة لهم في المستقبل. دي كانت نصيحة لي مني لكل ام عندها بنت، لكل ام حابة ان بنتها تبقى عندها اللمسة الفنية. على فكرة اللمسة الفنية موجودة في كل البنات، بس محتاجة اللي يغذيها فيهم. ده كان بالنسبة لي الفيديو اللي حبيت ان انا اتكلم معاكم بيه. طبعا العيد خلص والمناسبات خلصت والصيف جه والفراغ بدأ يبقى موجود، والبنات هتقعد فاضية، موبايلات والتلفزيون والحوار ده مفيش مشكلة، لكن لازم الوقت يستثمر صح. كان معاكم فاتن علي لأشغال الخرز والهاند ميد، شكرا لكم.